بسم الله على بركة الله، يتم اليوم افتتاح أحد المنتجعات السياحية بإقليم شتوكايت باها المتواجد على الطريق المؤدية إلى يعني شاطئ تفنيت، يعني جامعة سيدي بيبي شتوكايت باها، يعني مشروع قال لنا نديره بشتوكايت باها، يعني من بين مشاريع سياحية التي ستعطي إضافة لإقليم شتوكايت باها، عبارة عن مسابح، مطعم، يعني غرف للإقامة في متناول وبأثمنة في متناول أغلبية الشرائح إن صح التعبير المجتمع المغربي. المشروع عبارة عن استثمار لأحد أصدقائنا أو أحد الفرنسيين المتيمين يعني يعشق المغرب إلى حد الجنون، يعني استثمر في القطاع الفلاحي، من بعد استثمر في العقار، واليوم يقوم باستثمار جديد في المجال السياحي، وفضل يعني إقليمنا العزيز شتوكايت باها. كما قلنا وكما ذكرنا سابقا، الموضوع يعني المشروع يعطي إضافة نوعية للبنية التحتية السياحية بإقليم شتوكايت باها، دون أن ننسى أن المشروع أعطى فرصة عمل لأبناء يعني إقليم، خصوصا يعني متواجدين بالقرب من هذا المشروع، وسينوع من العرض السياحي بالإقليم. Bonjour, bonjour les amis. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui samedi 28 mai. Et c'est officiellement l'inauguration du camping La Palmeraie à Tifnit. Donc nous sommes invités. Nous sommes des Français d'Agadir, résidents, retraités ici. Donc on voulait remercier Sandra et Michel pour leur invitation et en même temps les féliciter pour ce beau projet qui se met en place. Donc nous sommes solidaires, nous sommes avec eux et aujourd'hui on participe donc à ce jour inauguration. جدا لهذه الفضاءات هادو، خاصة في فصل الصيف اللي حنا كندعموا بحال هاد المبادرات هادو، مستثمرين فيستثمرون في المجال السياحي، هناك مستثمرين يستثمرون في مجال السياحي الجبلي، وهنا بالنسبة للسهلي جميل جدا، لا شك أنه واحد غيعطي إضافة نوعية لبعض الفضاءات اللي الناقصة بطبيعة الحال في إقليم شتوكايت باها. نتمنى أن يكون هذا الفضاء ماشي الأول، يتزادوا فضاءات أخرين من مستثمرين آخرين لهذا، باش يعزوا كاع لي كومبينغ اللي غيكونوا في إقليم شتوكايت باها. أشكر الصاهرين والصاحب لو بروبريتير ديال هذا الكومبينغ هذا، وكنتمنى من جميع الناس ديال شتوكايت باها يجي يزوروه، وشكرا جزيلا. عبد العزيز سعيد، مستشار بجامعة سيدي بيبي، رئيس اللجنة المالية بجامعة سيدي بيبي، الترابية سيدي بيبي. الحضور ديالي هنا في إطار تمثيل ديال الإخوان هنايا بالجماعة في الافتتاح ديال هذا المشروع، المشروع السياحي ديال تيفنيت بالميراس، يعني هذا المشروع هذا اللي غيدير واحد الإضافة نوعية
يعني في النسيج السياحي المتواجد بسيدي بيبي وكذا ايضا النسيج السياحي بعمله بالشتوكه يتباع يعني بتراب جامعه الشتوكه يتباع اذا احنا نتمين هذا المشروع، هذا المشروع السياحي الجيد، لاننا في الحقيقه عندنا نقص كبير على صعيد الجامعه مثلا تراب الجامعه ولا المنطقه الساحليه بحال هذه المشاريع هذو اللي كيستقطبوا كيعملوا على السياحه الخارجيه واستقطاب يعني السواح من خارج البلاد، وايضا اللي ممكن يساعدوا حتى على تشجيع ديال السياحه الداخليه، لا سيما انه هذه المنطقه يعني فيها مجموعه ديال التضاريس وخاصه قرب من البحر، وبالتالي كنعولوا عليها بانه غتساهم في الاشعاع السياحي ديال المنطقه ديال الشتوكه ايدبا وسيدي بيبي خاصه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.